السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى الموجز الإخباري من قناة الشروق. عاد إلى البلاد مساء أمس نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دجلو بعد زيارة رسمية إلى جمهورية كينيا، واستغرقت يومين تلبية لدعوة من نائب الرئيس ريغاتي غاشغوا. بحث خلالها مع كل من الرئيس الكيني ويليام روتو ونائبه مسيرة العلاقات الثنائية بين الخرطوم ونيروبي وسبل ترقيتها، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الطاهر أبو بكر حجر حرص الدولة وعزمها على دعم ومساندة الإدارة الأهلية بما يمكنها من الاطلاع بدورها ومهامها وواجباتها بالصورة المطلوبة. وقال خلال مخاطبته أمس مواطني مناطق الحلف والحلف الثاني بمحلية الملحة بولاية الشمال دارفور إن زيارته التفقدية لمحليات ولايات شمال دارفور تهدف للوقوف على قضايا وهموم ومشاكل المواطنين من أجل توفير الخدمات الضرورية لهم، في مقدماتها التعليم والصحة والمياه. احتفلت خلاوة همشكوري بولاية القضارف أمس بتخريج 150 حافظا وحافظة للقرآن الكريم من خلاوة همشكوري الأربعين المنتشرة على مستوى ولاية القضارف بحضور والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن محجوب وخليفة خلاوي همشكوري العام الشيخ سليمان علي بيتاي وأعضاء حكومة الولاية ولجنة أمنها. وخلال مخاطبة الاحتفال حيا ولي الولاية المكلف محمد عبد الرحمن محجوب الشيخ سليمان علي بيتاي شيخ خلاوة همشكوري بالسودان، كما حيا شيوخ الخلاوة لتدريب طلاب القرآن الكريم ودعاهم لمواصلة التعليم العام، وأعلن عن قيام ملتقى لنداء السودان لولايات الشرق الثلاث ودعما للتحول الديمقراطي المنشود ووصولا للحكومة المدنية. أعلنت ولاية النيل الأبيض عن زراعة ما يقارب 55 ألف فدان بمحصول القمح من جملة مساحة العروة الشتوية. وقال مدير المشاريع المروية بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية طارق ناصر في تصريح صحفي إن ما تمت زراعته يصل إلى 36,600 فدان من المشاريع المروية و 18,300 فدان للطرمبات النيلية. وقال إن الموسم الزراعي الشتوي يسير وفق ما خطط له وأن عمليات الري منتظمة، وعدا قلة المساحات المزروعة للتكاليف العالية لمدخلات الإنتاج وعدم إعلان السعر التشجيعي للقمح. إذن مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى ختام موجز الأخبار، دمتم في أمان الله.